احنا كنا شاهدين على هذا الجيل من المنتخب القطري. الولاد النهارده منتخب قطر ما قدمش 10% من المستوى الطبيعي. مستوى المتوقع. فانتم مدلعينهم قوي. وهم كانوا يستحقوا لانه كان بطل. البطل يتحمل قسوة النقد. النهارده هو اقل من الطموح. ما ينفعش بطل يلعب بخوف. معاك 60,000 متفرج وخايف لحد الدقيقة 50. ما فيش ولا هجمة خطيرة ولا هجمتين طوال 90 دقيقة. تعرف المباراة البلاي ستيشن يا محمد لما يبقى اللعيب بيبقى قدام لعيب دراع ودراع. النهارده الفارو جوستافو مدرب المنتخب الاكوادوري معاه الدراعين. هو على فكرة 2-0 مكتفي. الشوط الثاني من سايب الاستحواذ للمنتخب القطري ومكتفي بال2-0. هو قرر التراجع. طبعا. فأنا في قسوة في النقد لازم يبقى موجود لأن الفريق ده المنتخب بقطر زي ما بقول لك ال11 اللي بدأوا عنده 962 مباراة دولية. ما ينفعش يبقى فيه اخطاء في التمركز، اخطاء من ثلاث مدافعين اللي ما لعبوا مع بعض 100 مباراه دوليه. الاخطاء الموجوده، المساحات الموجوده وسط الملعب بدون رقابه، ما فيش ضغط، ما فيش شراسه. انا مش مطالب منك ان انت تكسب البطوله، انا مطالب منك ببذل المجهود والروح تبقى كويسه. ما ينفعش تبقى مستسلم، ما ينفعش في اربع بطل اسيا يربع خمس تمريرات على بعض طوال 90 دقيقه. لازم ابقى قاسي معاك لان انا متوقع منك الافضل. الدولة او الرياضة عموما قدمت لك كل حاجة عشان توصل للمباراة الافتتاحية، ما تبقاش بهذا المستوى. انا بحبكم على المستوى الشخصي كلكم، ممكن معظمهم اصحابي، بس لازم احيانا تفوق المجموعة. مش هنقعد ندادي ونطبطب ونقول انت كويس، لا انت عندك افضل من كده. ايه اللي ما خلكش تقدم افضل ما عندك؟ اولا خايف. بالمناسبة الخوف يضيع مع اول 7-8 دقائق. بس المناسبه هذه لاي رياضي هي فرصه للاستمتاع وتقديم كل ما لديك. ايوه عليك سلام. الجيل ده محظوظ يا محمد، الجيل الموجود في حاليا في الكره القطريه محظوظ. انا دلوقتي لو انا لعيب من منتخب قطر ورجعت بعد المباراه دي وفرجت عليها تاني اندم اشد الندم. تقدم افضل ما عندك. اولا خايف. بالمناسبه الخوف يضيع مع اول 7